أهلا بكم. في مسعى مصري متواصل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى تسوية حقيقية قائمة على حقن دماء الفلسطينيين بعيدا عن تصفير القضية الفلسطينية، تتواصل خطوات مصر الواضحة والحاسمة لضمان التوصل إلى حلول عاجلة لمنع التصعيد والدعوة إلى التهدئة. ففي سياق الجهود المصرية، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. الاجتماع صدرت عنه عدة قرارات، في مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد بقطاع غزة ووقف استهداف المدنيين، إلى جانب تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين. كان أحد القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك رفض واستهجان سياسة التهجير للشعب الفلسطيني أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي قرر كذلك إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، مع توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، واستمرارا للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة إلى مدينة العريش، وذلك تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، حيث تضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. وضمن الجهود المصرية في هذا السياق، يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة الإقليمية والدولية، تمهيدا لنقلها إلى غزة في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل على المدنيين بالقطاع، حيث لاقى الموقف المصري إشادات دولية عديدة. وإلى جانب كل تلك الجهود، تواصل مصر دون ملل أو كلل اتصالاتها وتحركاتها السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي للتحرك العاجل والفاعل لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر بقطاع غزة وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف وتأثيرها الدولي. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لمستجدات الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية اتصالا بتطورات التصعيد في قطاع غزة والدور المصري لوقف العدوان على فلسطين وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية. أشكر لكم طيب المتابعة.